250 دينارا فقط هي تسعيرة لتر زيت الغاز، قرار حكومي يهدف إلى زيادة كمية تجهيز الوقود لأصحاب المولدات بغية تقليل كلف أسعار الأمبيرات بالنسبة للمواطنين، في وقت تتولى وزارة المالية خصم المبالغ من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة شركة المنتوجات النفطية. قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر المنتوج زيت الغاز ليكون 250 دينار بدل 400 دينار، وتتحمل الخزينة العامة فرق السعر تجهيز أصحاب المولدات اللي تغذي المواطنين بالطاقة الكهربائية كنوع من الدعم للمواطن من خلال تخفيض سعر الأمبيرية. داعمون لهذا القرار فيما لو نفذ بشكل واقعي، هذا ما يقوله أصحاب المولدات الذين تحدثوا عن غلاء أسعار الوقود ما يؤدي إلى رفع سعر الأمبير لأكثر من 20,000 دينار، في وقت يؤكد مواطنون أن الأسعار هذه لا تتناسب ومدخولاتهم المالية في ظل قلة ساعات التجهيز الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة. هسه الغاز هو سعره 400 من الدولة، لكن احنا ما مدعومين بحصه غاز، يعني اذا نشتري تجارب 950,000، يعني اذا سواب 250,000 فجشع اهل الجراجات اللي هم مسيطرين عليه والغاز التجاري، فهم راح يصير عندنا فد فرق، لان هم راح نرجع نشتري تجاري. بس احنا تفيدنا هذه الخطوه اذا سووا لنا حصص ودعمونا الدوله حصرا، يعني انا اروح اشتري من الدوله، اشتري من المستودع بسعر مدعوم، اي نعم تفيدني واقدر اخدم المواطن بيه. المنطقه كلها معتمده على المولدات الاهليه، يعني لو ما المولدات الأهلية لين ماكو كهرباء، لو ما المولدات الأهلية العالم كلها خطية تتبهذل. الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات هي المسؤولة الأولى عن متابعة من يخالف القرارات الحكومية المتعلقة بمراقبة أسعار خطوط المولدات الأهلية والحكومية المزودة بمادة زيت الغاز. القرار تبعاته المالية إيجابية على المبالغ المستحصلة من المواطنين بحسب خبراء، توقع انخفاضا نسبيا بسعر الأمبير وسط البلاد وجنوبها. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.